إرسال أسلحة، نقل تكنولوجيا، خبراء تدريب يشرفون على سير العمليات. كيف تدير إيران ميليشياتها في اليمن؟ رضا شهلاي، سليماني صنعاء. عنوان تقرير لصحيفة انتليجنس اونلاين الاستخباراتية الفرنسية كشفت فيه ان الجنرال اصبح رجل طهران الاول في اليمن. وحدة تابعة للحرس الثوري مكونة من 500 مقاتل ومعززة بخبراء من حزب الله وصلوا الى صنعاء قادمين من لبنان. رضا شهلاي الذي ولد في شيراز وتدرب في كوريا الشمالية والصين يتمتع بنفوذ سياسي في اليمن ويتزعم فرقة حزب الله اللبنانية المنتشرة في البلاد، ويرتبط بجماعة الحوثي التي تسيطر على عدد من المدن اليمنية. هجوم أرامكو. تحت قيادة شهلاي تعرضت شركة أرامكو السعودية مؤخرا لهجوم هو الأعنف منذ اندلاع الحرب في اليمن. توقف على إثره ضخ نحو 5 مليون برميل نفط بمعدل نصف إنتاج الشركة اليومي. محققون أمريكيون وسعوديون أكدوا أن الهجمات التي تمت بواسطة صواريخ كروز وطائرات دون طيار كان مصدرها قاعدة إيرانية على الحدود الجنوبية للسعودية، لكن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أكد أن المحققين الدوليين لم يتمكنوا من التأكيد بأن الغارات مصدرها إيران. في المقابل نفت إيران عن نفسها تهمة التورط في الهجمات، ولفتت الأنظار إلى إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الحادث في ظل تشكيك واسع في قدرة الحوثي على تنفيذ غارات بمثل تلك الدقة.